حتى اللغة العربية استعمل اللغة العربية للمجلس المحلي تابع للمجلس المحلي طبعا مدير قسم الشباب فالفعاليات اللامنهجية في البلد بتأمل لها شكرا التوفيق وأنا متأكد إنه راح تنجح في هذا المجال اشتغلت معها عن قرب على مدار 5 سنين تمتعت في كل لحظة بالعمل معها شفت عندها المسؤولية فأنا بتأمل لها كثير كثير النجاح وبالتوفيق شكرا لك على الايام اللي حسين اعطتنا اياها رح نعمل لها حفله مكبله وخاصه ولكن لسه عن ابتسام سليم كالعاده رح اعطي المجال كل ما يتعلق بالمرحله الاداريه في المرحله الاداريه يحكي عندنا طاقم كامل في المرحله الثانويه ومتكامل احنا ما استوعبنا السنه ولا اي معلم باستثناء المعلمه مريم اهلا وسهلا فيكي اجت بديله للمعلمه مرام كمان مبروك خلفت قبل شوي زمان فالمعلمه مريم بتكون بديله لها في الفصل الاول رح نحكي عن المبنى العام المدرسي بشكل عام المرحله الثانويه بشكل خاص الوقت المناسب شوي اكيد بتخبطوا بارك اليوم معلمين ثانيين اللي هم جوا معلمين جداد في احنا معلمين جداد دائما بنقول انه في عندنا زياده الصفوف دائما هاي الزياده الطلبه بنقول في عندنا معلمين جداد على الاقل نحافظ عليها بدناش نرجع لورا نحافظ عليها الشيء الثاني بالنسبه ل بدايه السنه الجديده في عندنا شوي مشكله بالنسبه لعدد الصفوف بسبب عدد الطلاب اللي بعد مستقبل فهي بتتطلب مننا نقول بس تبع 9 6000 معظم الاشياء بقدر اوزعها في اشياء كثير بقدر اوزعها باقي الاشياء بنخليها لبدايه السنه بقدر نحط وظائف ونحط كل هاي الشغلات بس بتطلع سبتمبر 2 بعد الاجتماع المشترك احنا ننسي مع بعض فبعض الاشياء الخاصه الاعداديه فانا بحكيها ما اتفق بس فاهلا وسهلا الاجتماع قطع غرفتي كالعاده فتحت مكتوب المدرسه ليه جايبين لي الدور البريد فتحت مكتوب مين بين المكاتب كلياتها لقيت مكتوب حلو فيه خبر منيح هسه بيقول الخبر عشان احنا في البعض بيقول في خبر شوقتني كثير كل يوم رجال في الخبر بيتسرقوش قديش سرق الواحد يحمل السر بدي اشيل السر وما اقولش لحدا اقسم بالله يا جماعه زي الواحد حامل جبل على ظهره بدي اخليه سر عشان اجي لهذا اليوم واجي اقول للكل شو هو الخبر السعيد اللي جانا من المدرسه يلا تعال وش حالك؟ واحصل جبدي معاك ولا عارف شو بنساوي انت دورتي تقول بطريقتي ما كنتش اعرف انه في شيء منيح اذا في شيء سمح انت خلاص بعد مدرسة ابن سينا الحمد لله رب العالمين في الفترة الأخيرة في 5 سنين اللي فاتت صارت عدة تغييرات كثير النتائج بدها تبين من سنة لسنة التطورات صارت تبين حتى البيئة اللي احنا عايشين فيها الجو اللي احنا عايشين فيه كلها بتطلع عليه تغيير على الاقل من وجهه نظري ايجابي. كثير مرات بقعد مع معلمين معينين باطار صغير او باطار اكبر وبنسال عن الوضع في المدرسه، عم ناخذ اطراءات، عم ناخذ طبعا في انتقادات انه احنا ولا مره ممكن نوصل لوضع كامل، ولكن في اغلب الاحيان بنوصل بس لاخبار منيحه. الاخبار المنيحه والشغل المتعب والشغل الجاد دائما دائما بيجيب ثمره ولو بعد حين. ف كدر ايه انه احنا لا تفضل في تقنية مش
داخل واخد وراء او موقف قوي شو لكن انت ساكن صار له باقي بس سنتين اللي هي بتعطي تكملة المعلمين حسب ثلاث اشياء حسب السجين بتاعت البيوت حسب اخوي الحاجات المدرسه حسب المناخ التربوي بالمدرسه اذا راكبين قبل سنتين الطلاب كانوا عبوا شلون البراس هذا للمرحله لسنه 2012 2013 ما مش اخر سنه بس 2013 فيها كانت المدرسه عندها 88% نسبه النجاح في البيوت 10% الحشاد والمناخ التربوي كان ايجابي جدا لدرجه انه طلعنا في العشر الاول انا في العشر الاول من النتائج ما بدي اقول انه احنا محل اول لكن احنا على الاقل ب 90% تحتينا فاحنا في العشر الاول من نتائج البيروت وهذا المبلغ الماكسيمالي 2012 2013 فوق ال 15% معلم زي معلم امن مضبوط اللي هي لسه بتشتغل في الثانوية ولكن 2013 كانت معنا فلها الجزئية بتاعتها بس المعلمين اللي اشتغلوا أخذ مبلغ معين طلع فيه على مصر في 2002 أخذت على مستوى شخصي 48,000 شيكل على سجل بلوت بتاعت الرياضيات بس على مستوى الرياضيات أخذت مبلغ على سنة كمان السيد عندنا أهلا وسهلا تفضل تفضل كلهم متأكدين هذا اللسان وهذا الإنجاز ما إجا من فراغ إجا بعد جهد طويل للمعلمين في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية بدون شك المرحلة الإعدادية لها دور كبير كبير في تحضير الطلاب عشان يوصلوا المرحلة الثانوية عشان يمتحنوا عنا فإذن ألف شكر تكافل الموجود في المرحلة الثانوية رغبة المعلمين العطاء عطاء المعلمين كلية الغيابات كلية لها اعتبارات كيف وصلنا لوضعية نحن نكون في العشر الأول دوري من ناحية التحصيل من ناحية مش بس التحصيل من ناحية كل نسبة الحشد من ناحية الجو المدرسة من ناحية التربوي المدرسة كل هاي الشغلات كانت بشكل تتواصل أنت في العشر الأول أنت اشتغلت كثير احنا تعبنا كثير كثير على كل الأطر ف استمرارا للمجلس السابق بلاش بلاش تشكر الله مجلس طرف دعمنا ولكن المجلس الحالي يدعم بزياده شوي عن كيف كان المجلس السابق بصدق ولا طلب قدمته للمجلس انرفض ولا طلب بهاي السنه الاخيره قدم المجلس دعم مادي او دعم في اي اطار كان وانرفض والحمد لله كلياته عم ناخذ وصدقوني كمان المجلس لو مش شايف انه في شغل جدي المدرسة ما كان بيعطي بهذا القدر فنشكر رئيس المجلس على هذا العطاء نشكر رئيس قسم المعارف وكل عاملين في المجلس على هذا العطاء شكرا لكل المعلمين شكرا للكل يعطيكم العافيه. معنا الاستاذ هيثم قاضي طبعا مدير مدرسه ابن سينا الثانويه. اول شيء مبروك على هذا الانجاز الذي انجزتموه يعني بالسنه الدراسيه العام الماضي في نتائج البقروت. هذا امر لا ياتي الا بجهد من طبعا كادر اداره المدرسه وطاقم العاملين ودعم المجلس المحلي والاهالي لجنه اولياء الامور وايضا لا ننسى جهد الطلاب انفسهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل خلال سنه 2012-2013 حصلت المدرسه على نسبه في نجاح البيروت عالي تصل تقريبا 88% وكان نسبه الحشد واطي جدا جدا حتى 10%. هذا الانجاز العظيم بالفعل ما بيجي الا بعد عمل كبير كمان اداره المدرسه، معلمي المدرسه، المجلس، الاهالي ومن ثم الطلاب من الاساس. طلاب المدرسه بيعملوا كوكب خلال الدوام وبعد الدوام. الامر الذي بيساعدنا على انه يكونوا حاضرين للامتحانات كما يجب. اضافه الى الشباب كلياتها قضيه المناخ التربوي في المدرسه له وزنه وله اهميته الكبيره في انه الطالب يكون مرتاح وبالتالي الطالب يحصل على تحصيل تعليمي عالي. فاحنا في المدرسه دائما تمينا منذ بداية الأمر على أن الطلاب تكون في جو مريح جوهم على إنجاز الطلاب ومن ثم طلبنا الطلاب في أن تعمل كل ما بوسعها حتى تنجح الامتحانات والحمد لله النتيجة دارت أنا أؤمن أنه كل تعب دائما فيه وراء
نتيجة وثمرة جميلة جدا. الحمد لله احنا قطفنا الثمار بحوزة المدرسة على ترتبنا حسب ترتيب وزارة المعارف في العشر الأول، وبالتالي أخذنا أكبر جائزة ممكن يحصل عليها المعلمين. نعم، يعني هذا أيضا يضعكم في 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 طريق رفع السقف حتى أن يكون المعدل في السنة القادمة إن شاء الله 90 وأكثر. هذا رجل يجعل المهمة أصعب، لأنه كل تطلعاته دائما للأعلى للمستقبل أكثر، فبالتالي أن يرتفع عن 8-8 هذه مهمة صعبة جدا، ولكن بإمكاننا أن نسويها. آمل مع الطاقم الهيئة التدريسية الموجود في مدرسة ابن سينا أن نوصل لحصلات أعلى إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. معنا الأستاذ عمر إسماعيل رئيس مجلس نحف المحلي. يعني أنت اليوم سعيد جدا بهذا الإنجاز لطلاب المدرسي، طلاب مدرسة ابن سينا حققوا إنجاز رائع جدا، وعلى ذلك يعني يستحقون هذا التقدير، منحة بمبلغ ما يقارب 10,000 شيكل. هذا أمر يثلج الصدر ويضعكم في مسؤولية من أجل دعم التعليم التربية التعليم في البلد. بدون أي شك ترى عودة المدرسة على إنجازات رائعة من ناحية نسب مدروس ومن ناحية التعليم اللي موجود عندنا ومستوى التعليم المدرسة. المدرسة التنموية مستمرة في عطائها، وأحيي مدير المدرسة الطاقم الإداري وكل من ساهم في هذا الإنجاز، وإحنا كمجلس محلي راح نوقف جنبه كل الوقت، راح ندعمهم بما طبعاً ضمن الإمكانيات الموجودة، لأنه التربية والتعليم هي أساس بناء المجتمع، هي الأساس الأول في بناء المجتمع. نعم، يعني والدعم لا يقتصر فقط على المرحلة الثانوية، في كل مدارس المرحلة الثانوية في البلد، ولكن أيضا هناك أهمية لدعم التربية والتعليم من الابتدائية والإعدادية حتى. المجلس المحلي قام بدعم الحفظ من أوقات الأطفال وحتى سقوط الثاني عشر. الحمد لله على مشارف افتتاح المدرسة، المدارس جاهزة جوزية تقريبا كاملة، في 1/9 راح تكون المدارس جاهزة، لا ينقصها أي شيء من ناحية أثاث أو متطلبات أو تجهيزات اللي تحتاجها المدرسة. المجلس المحلي متبني سياسي التعليم أولا، وإن شاء الله بنكون أكثر إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله.